ما بس برد شب حن حد يربع وراك انت جني لا جني شوف اول شوف ترى حبيبي الحين هذا بيض وكبود نمونتين ليش الكبود مسوي اهلي هنا انت مسوي لك البيض ليش تغير على ريوقي عادي عادي شكرا صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور شارككم عاد البارحة والسبه عن الـ 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 ما كانت خروفة على فكرة كانت قصة حقيقية جميلة في منتهى الجمال اعتقد اليوم وانا ساير العين بعد عليكم القصة ان شاء الله اليوم عندي سيرة العين عندي واجب السيرة دي ان شاء الله هنا وانا ساير اظني بعد القصة ولا وانا جاي بعدها اذا الله جعلنا بحيين امين امين شكرا صراحة في الليل يت سبرة برد 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 من عقب الساعة 11 في الليل 11 ونص يت يمد والله اني زدت الصخام وعسب اني ارميلس وياني منهل ويا واحد من ربعي يلسنا نرب سنسول اعطيته الستوريات اللي كان عندي داخل تليفوني انتقلات لنا ما ادري مال 16 يوم 17 يوم فيت اياهن الحين زادا اللي عنده ما يندرى كم من يوم حمس البارح يوم ساكيت وياه قال لي خالد نحن ما نروم ننزل هذا وانا كل مره وحده لازم يعني حسب ما يستوي ما عليه المشاهدات ما يندرى ايش قال شو قال زيد وان شاء الله قال لي في مره وحده مالات مصر بينزلهم ضربه سيره مصر الامسيه امسيه وراح من 3 شهور اظني لو 4 شهور يوقي أنا حد محتل أبوي طاولتي وحد محتل دنياي وحد محتل أغراضي وأدري بهذا بنوه يالس اللي معراض رشق ما روم أسوي شيء اللي يقلدني هالتقليد ما بيوجه أنا بلقطها من كنت بلقطها من غيرك هالتقليد في الأكل في الشرب في السوالف في الرمسة في أنا أبوه ما يستوي صلاح حبيبي أنت مرفوع عنك القلم غيرك أبغى عن القلب إنزين آمين 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 يا صلاح آمين صلاح عجيب تبنجح شو هذا عيب Thank you دواركا Where the smile You didn't smile long time Why you look sad No always I'm smiling الحمد لله يلا Not smile I will die quickly Thank you Thank you أيوة إنزين عاد يبوي حمسة الجبود هاي حمسة حد يسميها جلية حد يسميها حمسة يلا والدنيا بتارجة وحاثة ما بتيك فيها مياه انزين صحة ما بتيك فيها مياه ولا ميقيقة ولا فيها رطوبة ولا خرسانة لا حاف قلت لهم شوي اخر شيء من تذهب حطوا عليها خويشيقة دهنة طيبة يلا وغادي حري حتى تضرب في خمرة الرأس شو الريوق هنا؟ يلا 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 ها. هذا بيريوق البيت عاد ريوق البيت الله يحفظكم محلق محلق شو هذا فيه؟ يا سلام على الدنقة يا سلام يا سلام عليك يا الدنقة متفضخ ما شاء الله ناضي ريح تضرب في النافوخ والثاني نيو كانتري like a chickpeas your country language me I don't know sir يا سلام يا سلام يا الخقم اكثرها you don't know this your country yes sir why الغالية what you eat eat their corn flakes you eat a corn flakes يعني اي شو هالمنكر we have a lot of the cereals يا even the one in Kenya maybe you don't have it here please okay thank you بارك الله ساعة تدو ساعة أتهلع واكل كان خمير ولا كباب ولا فلزي ولا شباتي ولا اللي هو يعني اللي الله كاتبني يعني يا غير 90% أو 98% هنمونها كلية هنا ويكون شو فول وبيض وطماط حالي حال العرب يا غير أهم شيء الخبز روتية وحدة ان احتديت يعني مرة سكت الحرقة البطان
روتية واحدة، فيعزم الأكل على ما تشوفون. هاي اللي هي لقمة وراها قرمة، عسب ما تمزر بطنك عين. وأنا مستمر على هالمنوال يا غير ما خفيت لأني آكل كميات كبيرة. صحن كبدة هالمتين ثلاثة أنفار أنا آكل روحي، ما رمى ود لك وأنا جوعان. عم رقب صباح الخير. ازيك يا عسل؟ ايه رايك اعمل لك سندويتش كبده اسكندراني يا باشا؟ تسلم. ايه رايك؟ يبقى كده عملت الصح. شوف اهو هاي كبده، بحط سوي سندويتش قد حق محمد، تصير تجيب خبزه من داخل، ها صمون، بسوي كبده اسكندراني نمره واحد. تسلم. يلا بارك الله فيك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كده كده هني، ها كل كود من هنا. ها؟ وين ووتر؟ ما شيء ووتر ولا عنده خبر انت كذوب. احب اشرح لكم عاد العين بالخبر من وين جاي، شو السالفه. وراعية الورد الله يحفظها كاتبة عاده، اتمنى انها تنال اعجابك وشكرا. هاي خدمة راعية الدار، عندها مشروع ورد ومطرش بعد السلة هذه اللي من غير شغلها في منتهى الروعة وجميل ياخذ العقل. وانه لا اتمنى انها تنال اعجابك، بلا ما تنال اعجابي، تنال اعجاب اللي ما يعرف للاعجاب. رقم فنان في الجمال ماخذ رقم واحد، ترتيبها فنان. لا وهذه بعد من غيرها شيء جميل وفنان. أحب أصور لكم الرقم مالهم، هل هم بضبي العيل ما يندر؟ لا والله أعتقد بضبي. صلاح شو تقول؟ طيارة. أنت؟ إيه. أحب تصير المغرب ولا بتصير بانكوك ولا بتصير أمريكا وياي؟ اللي ما أنا إيه. بتصير أمريكا؟ إيه. زين أمريكا ما بالحين حبيبي. الحين يوم الاثنين. اثنين هذا بعد ثلاثة ايام. بس لندن بيلس 11 ليلة تاريخ 5/1 برجع. نزيل من اي بيلس اسبوعين ثلاثة اسابيع وبطي. ايش رايك؟ شو قالوا الفعدة لازم شو لازم يخف؟ 20 كيلو. كيف يخف 20 كيلو؟ صار انت تاكل وايد حبيبي، لازم تخف يا بابا. نزيل عشان ما تزعل حم حصة. نزيل أما رجب اليوم يرش عنده رش السماد الورقي اللي مخبرنكم عنه، هذا شيء وايد زين حق الزراعة. السماد الورقي مليون نوع نوع، دال ما تيلس سماد في تحت في العروق، لا أكثر شيء للشيرة تتغذى من الورق، أكثر وأسرع الامتصاص وأكثر فائدة يوم بيرش أي زراعة تكون بالسماد الورقي. له مسمى، انا والله انا روحي مسمنه سماد ورقي، يعني تغذيه ورقيه، يعني من الجذور يبطي وما يبين الناتج بسرعه، لكن السماد الورقي يوم بتسوي التغذيه الورقيه بسرعه بتشوف رده الفعل، وبسرعه بتشوف الورق مخضر وتزهل شيره واي شيء فيها بقع ولا اي شيء تاثيرات مال الطبيعه كلها تخوز. وأنسب وقت للرش ما يكون وقت الحرارة وما يكون وقت فيه هويات، هو يوم شيء هو ما شيء فايد. وقت الأمطار الرش سواء أسمدة ورقية أو مبيدات الورق مبيد يعني حشري ولا اللي هو، ما يستوي ترش وقت الهواء، وقت الهواء وقت المطر لازم يكون. مرحبا براعي الخنيزي، مرحبا براعي الخنيزي. اشوف حطه الخنيزي بوي، انا ادوخ على الخنيزي لسحوح الدنيا والدين، الدنيا والدين لسحوح، لكن انا يعيبني الخنيزي. ناس والله نحن السحل الاسود ما ناكله، كلكم الدود انا اكله بوي، عيبني.
Well, زين جت الموافقة من ثقة. خلاص بيسوي لك العملية ما تفتش. شو رايك في مستشفى بارجين؟ شو رايك عند هذا الدكتور جراح تنسيت اسمه الحين. جراح. تعرف إيش اسمه؟ حسن. حسن اسمه؟ حسن لو حسين المهم. جراح بروفيسور رقم واحد هو اللي سوى العملية حق أخوي خلف نفس المشكلة هو أخوي خلف عنده. والحمد لله الحين خلاص بخير وسهاله ويزول بيسوي زراعه اسنان بيسوي لك عمليه بنج بنج اي بنج ما شيء اكل يلا ها نام ثلاث ليله لا ها خمس ليالي هي تصبح وتمسي اللي تيك تجيس الضغط واللي تحط لك هذا في فمك واللي ما ادري شو واللي يحمزونك ويقرقطونك شوف بتعيش انت ملك ملك بتعيش في بارجين بنقوم يعطوك حجره من الكبار زين وانا تخليني ارقد عندك ولا منو بيرقد عندك؟ انا منو تبي يرقد عندك في الاسنان؟ نحن كم نفر في البيت وايدين؟ ما زين اللي تبغاه بيبات عندك زين؟ ولا ما يحتاج؟ لا ان شاء الله الحين هذا منو هاي؟ لا 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 هاي ابوي تنخر يا عيال الحلال ترى ابوي هذاك الطريقة التصوير غلط ترى ليش هاي بعد يلا كان في النار بارد اقولكم والله العظيم انت صلاح مشكلة انت اقولكم ترى ابوي طريقة العرض كانت خطأ يعني مسج قال ابوي انت ليه سويت هذا غلط قلنا كيف قالوا لا هذه ستاند وفوقها هاي تنحط يوم جربته لانه صح سألت محمد قالت لا هالنمونة زين لكن ما خبرتوني قالت تحرك أنت هالنمونة تبقى قلت أنا أريد شيء مخالف أنا ما أريد شيء مخالف والله هاي بصلة جميل والله استوت أنقع عن قبل بلك وستمية ودي مشكورين أبوي هل بالصالون هل بالبوتيك ولا صالون يسمونه وايد حلو من ورا من قدام بعد طريقة الترتيب غاوية هبل واجهة واجهه وخلفيه يعني ثانك يو فور يور ارباب ثانك يو سير يلا ها يلا هذا ابوي للي ما لحقهم هذا اليوم ولا بدهم من دي اي مال دار زود ها توه يواصل هذا للي ما عطيناهم اسبوع قبل اسبوع الحين الطرشات هاي حق الجسيم يصيرن عاد حق اللي ما لحقهم هاك اليوم الحين ان شاء الله بيلحقهم ان شاء الله يلا سكر يلا يبد زقر الدريوليه شنو الحين صلاح؟ هذا بس سوى شو راح حق شو الحين؟ روح صلاح سفر والجواز وصور حق السفاره الامريكيه لا بس لازم خلفيه ابيض ايوه ورا ابيض زين لازم خلفيه ابيض صلاح اي ولا تسوي شيء ما تشوف تكشخن بضروسك سوي ابتسامه سمايل قول صبر ترى قول تشيز فيس لا تشيز العلوي يوم تبع تعالوا كل شيء يا اخي قال يوم ما تبع يلا انا ما مشكله المشكله انت والله اليوم يا الله يسلمكم سيد من سيدات ابو ظبي الفاضلات ما بصويحي في المستشفى كنت ناوي ازورها اليوم تربط بيننا وبينهم ييره قديمه ما يقارب 30 سنه لي دار في البطين عند قصر الشيخ خليفه بن زايد الله يطول بعمره ويحافظه وتياورنا وياهم دهر فالسيده ما بصاحيه فحاولت اتخبر اني بروم ازورها ولا قالوا الحين بعدها شويه لكن ان شاء الله متغدي بخير بنرد عليك الخبر وان شاء الله انك بتزورها قلنا ان شاء الله سمع وطاعه ولموني الحين يا تريا ام محمد تظهر ظهرت وقلتها بتلبس وبسيل المستشفى ازور يعني يا غير هذا الخبر لي يعني ان يعني ما بتروم لانه الوضع حاليا ما يسمح لكن ان شاء الله انه بيرخصونها اليوم لو باكر وفي الغرفه العاديه وبتروم تزورها وان شاء الله انها بتغدي بخير وسهال وان الله بيعافيها ويعفو عنها ان شاء الله من عقب ما تغدى وعين من الله خير
بسير بقيل يمكن شوي قيل ما ظني بقيل شبعان رقاد او بسير الله يحفظكم العيد بسير العيد بسير العيد والحين عاد ما عندي شغله شو بسوي الله يحفظكم ما شاء الله هاي الويميه هني ها هاي ابو منسايه منسايه انزين يلا عاد فبقلت بدال ما اي لس انزين ما شاء الله ريحته فاقولكم مال لبنان ها جماسينه سبحانك يا رب فبيلس بعد عليكم القصة اللي قلت بعدها البارحة شو رأيكم هذا مقترح اتوقع انه راح يكون مقترح صائب وده الهوام شرق وغرب بيلس بس هو اللي فعلكم عقبك السندويتش سندويتش 100 والله رقم واحد ها رقم واحد في العافية الله يعافيك اقولكم اخترت انا هالموقع الخيبة اخترت اقولكم هالموقع لك ها وراي كتشرة ما ادري شو وراي سماد مفروض شيء أجبه صح؟ قد هذا التصوير غاوي ولا؟ أولنا ما أعلي هذا نزيل فأقول لكم بعد لكم القصة هالحين اللي خبرتكم عنها اللي المفروض أعدها البارحة يا غير يا هذه زبانية النار وأخروني والله عزرت عليهم بيبوي ويبوي لي الدل عليك السلام يلا حلو سير تانكيو هاي بود ليلتي تانكيو هاي ليلتي عاد القهواتية حد يسميها بني لون البني حد يسميه قهواتي لكن الأغلب قهواتي هي بني يعني قهواتي إشارة اللون القهوة وبس صبحت ميلس روحي وقلت في خاطري بيلس ابوي تفنيل بيلس ابوي تحتها الزراعة وبعد عليكم القصة أكيد أني أبطيت جتني عدة مكالمات وأبطيت أسهولة أبطيت أسهولة أبطيت مكالمات ضرورية صاحب صديق بعد لو خلية خربت راح ما يخلي عمره 20 مرة من أي حد يستوي ما يشوف العقب حفظكم حمد حمد الرميثي ساير سموها هي أسباني برشلونة وأنا تحرى ساير علاج ترى له سايرين ترهم كشته وبس مرحبا محمد اسمح لي عاد قطع الخط رصيد خلص بقى عبدي رصيد بدي أكلمك والله ودنا مخوتك في برشلونة وين حتى ولا باشرون وين ما بتصير ويبارك تبارك خوي نحن موجودين اخوانك وعيالك ما فينا تزعل علينا بعد تقولوني ما شاء الله انت اصغر عنا الوالده تقول لي انا ولد الخالتي ايه تبرم مني خلاص انا صوب مره يعني ايه مره صوب الخالتي يصير لا هو صار عنا اليابان انا زعلان عليه يصير عنا ما يخبرنا من بعيد يعني نحن ارواحنا جسمك في البايت يا ابو شهاب جسمك في البايت يا راعي السمحة إن شاء الله تزهب مرة هذا 25/3 السيرة الجاية مرة ولم عمرك كيف يا ربي هذا دي شرومي هذا أشوف رفعه فوق هذا بيحة يا رب البيت والحرام أشهد لا إله إلا الله يلا وين هذا ده إبراهيم إبراهيم القبيسي زين هذا شو؟ هذا ما يشغل البيت يلا بتحرك تلعب من الأسناد دقيقة حنبي يوجه وين بيت منو هذا؟ إيه هذا بيت أبوي أم سعيد مشكورة يا أم سعيد جزاك الله خير ما قصرتي تفع الله شر البلاء عنك هاي أبوك روح يا ربي هذا الورش ورش أكبر عن ورش الذبيحة ما شاء الله يلا يلا مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور العرب ابوي كلها اللي مشتلي بدبي اللي مشتلي بالعيد ترى اجازه الخميس عاد الحين هالعالم اللي انتشلت جده دبي والشارجه وراس الخيمه وملقيوين وعيمان والفجيره وكل بقى كلهم ابوي مضواهم بضبي ايه ما رد الراس الا لكم ما رد الراس الا لكم نعم لا بد ابوي من عقب هالسيرة الطويلة ثلاثة ايام خميس الجمعة السبت ابوي مضواكم للعش كلكم ابوي يا اللي حينه من شفين يا الله يحفظكم ويستر اموركم ان شاء الله يا الله يسلكم الحينه
ويجد العيد. توني واصل بني ياس، في حدود بني ياس يعني، قدامي الوثبة. ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين اني بمسي هنا. نعم ان شاء الله طالة اعماركم بمسي في العين، ساير في تأدية واجب عزة، وان شاء الله ان بضوي العاصمة الحبيبة اذا الله جعلنا من الحيين. وبابات في بيتي عير من الخير، الطريق طايح ما شاء الله، وسلج لا في زود زحمة ولا شيء، يعني شيء زحمة غير ما بزحمة الوايد اللي مرة الدنيا متغلجة. يا غير العرب كله راجده ببيته وعند هله وفريجه، ووحده هنتين وحده هنتين بضوي على هاي ترقادي يعني. الله جعلنا من الحين إن شاء الله. وأنا أصبح أبوي مدينة محمد بن زايد، بنصلي الجمعة في مسجد محمد بن زايد، والدنيا مطرجة. محمد ياكل بالسلطة. الحين هذه قصة صلاح، هذه قصة صلاح ويا الصراط. تعرف ويا عرب ابوي الحين في كنتي ابن اياس، وازم الحين كل يوم بيطورج عليهم، كل يوم يدقون له تليفون وهو ما يصدق، من يقول له تعال صار يربع. البارحة ساير عندهم واليوم ساير. البارحة ما يندرى شو صار، طحينا وانه لا تخبروا خالد اني انا اكل عندكم. وانا الله العظيم صاغير نمونه ويا لسلف، او يقولوا ان هذا سلطه وهو ما بسلطه، ما ادري شو ياكل. لا تقولوا لي المنظر ما بخيال، شوفوا المنظر، شوفوا حفيت وانت مره قرب زاخر، سبحان الله. شوف المخطط كيف شكله جميل، الشير عاده الخضر على يمينك ويسارك، سبحانك يا رب. وايد شكل حفيت يعني تخطيطها العلوي وايد جميل. عاد فوق حينه موت القطة، برد 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 والله، اللي يقولون يسمونها نغط دم الحصان، دم نغط من هناك الحصان ودم. كالعادة وصلتي أذان العشاء، جيت ولأنها أذان وقت الإقامة، صليت وظهرت، ولأن العرب مختبصة خاري، وأسلم لك من فوق لين فوق فوق اندمجت وياهم. يعني أنا أخير أشوف يوم أسير حق عزة أيهم وقت الإقامة، نصلي ضربة في المسجد ونظهر. فلذلك يوم تظهر ما تحس برهبة العرب هالكثر وايدين، تحس كأنك كنت وياهم، فيستوي حاشر مع الناس. عيد خير سعود، كيف حالك؟ كيف انت؟ يا مرحبا بك وسهلا. ما تلاقى الا كان في العزيات. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ايش عارف بارك الله فيك، كيف انت؟ يا مرحبا يا مرحبا. بعد عندي بك في لندن ولا؟ الله يطول عمرك. نعم. ولا يوم؟ لا يوم. ولدي؟ اي جزاك الله خير، سبحان الله. الله يسلمك. مرحبا مرحبا. الله يرحمك على فضله يخليك ان شاء الله. ما شاء الله ما حد تم بني شامس. ما شاء الله. اي والله. عجيز انا. الله مليون مرحبا بسعود بن فاضل، والله مليون مرحبا. ها؟ حد يوشود حد بيض. ها؟ حد دارك براون. حد دارك براون وحد بيض. ايه يا شاهين. سامحوني ترى ما قلت لكم رجال منه سالمين برحمة الشامسي على الله يحفظه. جديد جديد. حطوا العشاء على الحين. حطوا العشاء. ها. قبضت أمة لا إله إلا الله. أنا ما أريد عشاء. يقولون والله الأكل والشرب وقت العزيات ما حد يجيب ويستوي مبالغ فيه، أنا ما أشوفه مبالغ فيه. شوف الحين أشوف اللي يجون من عقب ما تاكل العرب أو تخالطوهم، يعني العمال واللي خاطف في الفريج والطريج، كل هالعرب اللي تاكلها من أول الخير كله كله أجر. هذا كله أجر. فلذلك حب منهم يقولك والله الأكل ما يستوي في وقت العزاء. أنا ما أتوقع أن الشيء
يعني خاصة اللي بيجيك من شرق ومن غرب ناس بيباتون بيقيلون. وفي لا في ناس طال عمرك في العزة هذه موجودين من الساعة مثلا من الصبح الساعة 7 إلى الساعة 10 بالليل ما يروحون موجودين جاي مين؟ هي من غير العمال الموجودين هنا هنا هذيلا كلهم لهم لهم قدرهم هنا. وفي نفس الوقت طال عمرك ما في شيء ما شيء ينعق. نعم اللي هني بيحفظ النعمة موجود. نعم الحمد لله في المقال هذا ما يجلس خمس دقائق الحمد لله. سيارة تروح مازدا كبيرة يعني إن شاء الله في ثواب أموات المسلمين وأمواتهم يا رب. طول عمر شيوخنا إن شاء الله. آمين. اللهم لك الحمد. كل فضل وكل فضل اللهم لك الحمد. الجود من جود الحمد لله. الناس طبعا تجود من جود الشيوخ. نعم يجود علينا الخيرين بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. هذا عمنا هذا عمنا وإمامنا عند الله عليه باري. كل سنة تلاقى وياك في هالموسم هناك في لندن. السنة ما حولك سيرة؟ لا السنة لا. ليش يا؟ كلكم سيروا سنة والله ارتباطات. أيوة ارتباطات السنة إن شاء الله السنة الجاية. الحول إذا الله جعلنا الحول. شو سر إنك ما عولت؟ ما شاء الله عليك. دوم 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 إن شاء الله. الله يبارك فيك. ولا أبوي هذا ولد أخوك عند الله تقمح. تقمح والله إنك تقمح. والله يا أبوك الأول. غير تحرى عود خيزران سعود بن فاطل بلو صوف الأول عنده سيارة جيتي بطابوقة. نعم يخبر ولده زايد بيدك هذي؟ شا اسمك؟ نايف بن سعود. شا اسمك؟ نايف بن سعود بن فاطل برحمة سامسة. أيوة ما شاء الله عليك. هذا تاج وين حي جديد؟ ايه الحرمة الجديدة هاي ما شاء الله. لا يا فلولية ما تساهدون. هذا بنوها راشد بن سعود. هذا اول انتاج. هذا اول انتاج من قبل ما وديه بنكوك. ايوه هذا قبل ما من الاولي. لا الاولي هذا ما شاء الله فنان. بس هذاك الاسود هاي 50 سنتي ها. لا والله بعيد انت يا ابو هذاك ابدا. حلف ما صليت الضحى. هذا منو؟ هذا الاخير همه. هاي أم الجديدة؟ إيه عبد العزيز هاي. هذا خله بس. أيوة زين. وهذا أم القديمة. وأنا أمي داخل المتبقى. شوف هذا أم الجديمة. وهذا الجديدة. وأنت؟ أنا متبقى في أمي. أمس متبقى. الله يرحمها. الله يرحمها ويرحمنا ويرحمها. هاي لا صورناه هذا نايف. صورناه نايف ما شاء الله على. وهذا أخوي. وهذاك أخوي. هذا. سب الحين نبى الله يسلمك تعرفنا. أنتم كم من أخ؟ عيال حياة باطل ما شاء الله عندهم من أول بادل إلى الحين. الأولاد كلهم الذكر والأنثى. تبى الأرقام؟ إيه أرقام ما شاء الله. الأولاد 16 ما شاء الله. والبنات الحين هذا ليش شابه كنت؟ إيه هذا سعودي ثاني. تدري هذا متى؟ هذا كنا أنت يوم عمرك 16 18 20. والله العظيم صدق امس لا هو شافني غرب الله. ايه بيشتلني بتوردني بعد طرف الله. نعم الله يطرح فيهم البركه. كم ما شاء الله اخذ الزين كله ضايفه بني شامس كلها. وهذاك ابي الله ياخذ بعديه. هذا لا نحن لو هو طلعنا سوق ليش تي بدون نفس يا ابونا هل بدون نفس؟ ايوه بدون خاطر. ايه ما شيء قماري هذا. لا ما شيء ليتار. متلحرين نحن رانا الشباب ودوم سود محلقين والله مسمين على بنو. هذا عبد العزيز بن سعود. انا السعودي. وين هذا صغيروني؟ هذا لا هذا وهذا فاضل بن سعود. ما شاء الله ما شاء الله. اول من عيالك انت كم عندك من العيال سعود؟ كم عندي؟ سته اولاد وست بنات. ما بايدي بس اني وايد عليهم اربيها هذيلا. الحمد لله الله يطرف فيهم. ما فيها شوب؟ لا تو الناس. كان اخذ الثالث. انتوا كم اخو؟ كم كلكم؟ نحن العمر الاخوان. نعم زين. ما شاء الله 10 اولاد. نعم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. على حسب شوي. اها فاضل. ما شاء الله يا سلطان عندنا 16 ما شاء الله. عقبة حمد الله يرحمه توفى. عندنا واحد من الاخوان اسمه توفى من زين اسمه محمد. الباقيين عندنا على 10 15 انت الحمد لله.
انت تدري انا عدي بهي الزوي بنتك يوم هي يمكن عمرها 8 سنين لو 9 سنين، وانت الحين تخبرك عنها قلت لي عرست عندك اياها. نعم سبحان الله. لا اله الا الله. يمكن في البنايه الحمراء قدام كرومويل هوسبيتال. يا زينه من وقت سؤالك الحين. يا ربي ما قصرني عدالك. شو سؤالك؟ بتطبق الحين رفيق الواد مغاريسو اكثر من 30. ما شاء الله. والله ما عندي ادمي دقيق ترى. اي والله ترى ما اشوفه هو في العين وانا ابو ظبي وانا كثير السفرات ويوم عندي رخصه جيت ابو دبي تي سرت دبي ولا العين طير على تي سير ويجي مره هي صد رد على ما قال زيك خير يعطيك الصحه. ابوك شوي اكبر عني اظني بسنتين. والله ما يبين بين الشرع كل واحد عارف انه ما صار من الثاني. اخي الله يبارك فيك. هذا الشيخ سيف شخصي مخبر ولده بسوالف سوالف أبوك أوله كان رابع. أيوة أيام الجيتي. أيام الجيتي. يالله أن أبوك هذا أوحى فيلم. الله يطول بعمرك. يا سعد حظكم. شوف الشيخ آمين. الله يحفظكم. الله يحفظكم. الحين أنتم بدرين كل بقع وياسين هين شاهديني. يلا تعال 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 كل واحد يلا واحد واحد تعال ثاني كبرك لا تي تعال يا طرف هذا يلا انت شو اسمك؟ يلا بنعم يلا يلا واحد واحد ايوه يلا شو انت منو؟ محمد. شو محمد ابوك منو؟ محمد. انزين يلا انت تعال يلا بسرعة هذا شو اسمك انت؟ محمد علي بحاشا والنعم يلا 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 بسرعة هذا تعال عليك يلا تمنو محمد بن علي محمد علي الحمد لله والنعم يلا 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 وحي يلا يلا اخلص انت ما شاء الله عليك الله بارك يلا كل واحد يجيب 10 من عند ابوي اول خشمك خشمك شو اسمك انت والله والنعم وين تليفونك مكسوره بارك طيب شرب العواد زين مبروك على شو بارك الله فيه؟ على مشروع جديد. ايوه كفو يستاهل 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 ابو محمد. يا تمت في خاطري اما عرفت تستحي تسالهم مشروع شو؟ يا الله اللقافه ما اقدرها. طلع عليك هذا بنو بنت هاني بنو؟ هذا ابو سهيل ربيعك ومن مستشفى ابو مريض. شو ابو سهيل؟ ابو سهيل نابح والله والنعم. هذا هو بيكلمك. حطه على هذا على الصوت. ما تعرف والله ما اعرف انا دراني بين يا ابويا ما اعرف حد مش عارف لا لهب هذا هي مرحبا ابو سيد. سلام عبد الله مرحبا 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 ود عمي حالك؟ الله يسلمك كيف حالك؟ لا خليت منك خير وسهلا انت ايش حالك؟ خير لا خليت من اسمك اجرعات ما يشوف شر الوالد ما يشوف شر شر ما يجيك شر ما يجيك ان شاء الله. وانت في توامه؟ لا والله بجيمي. ايه الف لا باس عليه الوالد الشر ما يجيك ان شاء الله. وانت شو حالك عساك بخير؟ انا الحمد لله من شفت الجماعه بني شامس الحمد لله يردن في عروقي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اهل وجماعه مخلصين. الله يحفظك يا رجل. ابوك يجل ان شاء الله بخير وسهاله ان شاء الله. امين 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 وعوده بالسلامه. هي سر امورك يا ابو سهيل. والله يا ابو سهيل امين امين لو تشوف ابو رشود شو غدا بسم الله زاج غدا واحد بطنه تحرم 7 ما شاء الله حلف عمرك هاي هذا من النعمه. اللهم ادمها نحفظها من الزواج. امين يا رب العالمين امين امين زين لا خليك سموها منكم وردوا السلام على بعضكم بعض شيء الخاطر. شوفك يا ابو سهيل شوفك لا خليك مرحبا مرحبا الله يرحبك مرحبا الله يرحبك على ما تحب. زين سالمين برحمه سامحني عاده ودي اذا ازوركم في غير هالمناسبات الحزينه ودي مناسبات فرح وان شاء الله الافراح جايه ورب العالمين بيجمع ما بينا ان شاء الله. الله يحفظك يا الله يحفظك يسر امورك ان شاء الله نتجمع على فرح. الله يعزك ويسلم مشكور الزياره. الله يسلمك واجب واجب لا خليتك واجب واجب يا الله ما الله مع السلامة جماعة مع السلامة يا ابو راشد يلا في داعة الله ما الله يلا مع السلامة. صور فعلتي لي فوق دربهم على السلمي. كلكم فاضل 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 كم فاضل الحين كلهم فاضل كلهم فاضل زين بس عاد عجزتوني ما تسوي يلا ما الله اشوف اشوف دروس اشوف دروس ارنب
يلا مع السلامه. You close 12. Okay. Starbucks and Twan, they close at 12 o'clock. Yeah. Thank you very much. Why? اقول لكم يا عاده انا اطير قلت في خط انا عاده اخذ كوفي وانا ساير ابو ربي. فقلت اول مره اخذت في هالوقت يعني الساعه كم؟ الساعه 9 تقريبا. اخذت لهم سكرين يوميت لانها قالت لي الساعه 12. سمين 12 o'clock you close. Yeah. Thank you very much. Why is there something problem? No, because everybody need to know about here at the time they close. So you want to post in Facebook? Yeah, you yes. Don't like that. Thank you. سعادة مبارك الخيري. كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يسلمك. يا الله يحفظك. تسلم. العيال انت سوى؟ وين انا ولد مبارك دويس. والله والنعم. شرت فينا اليوم شرت فينا هالعين. يعلى الله. نورت العين. يعلى الله يسلمك ويحفظكم. يعلى الله يبارك في عيالك بخير. يضرب لك بالكفي. من طيب. هذاك بلا ما يبيض هذا. مرحبا استاذ. هذاك المعرس الجديد. زاد. تسلم ابوي. قد شرات ابوك. هنتين ماخذ أربعة والثالثة يرمسون عنها. أيوه. الله يحفظكم. أنت زيك. أنت منين من مصر؟ أنا من الجيزة. أقدع الناس بتوع الجيزة دول. أنت مية مية. يلا بارك الله. إيه سناب شات لا تقولوا ما قلت. سامحوني عاد ختلت هالختلة الطويلة. أجل يعني قلت من أوصل إن شاء الله البيت الحين الساعة كم؟ 10:30 أو 10:25 وحين وصلت من إياس وحين باجي أقل عن 5 كيلو إن شاء الله بوصل البيت وبيل أسبوعين من الله خير بنرمس لأنه ما في قاعد راقد العصر مقيد وسرت الطريق سلج ولا في كلافة ولا في تعب الحمد لله راكب في هالمبروك نسمو وارد المسعود فلذلك الامور كلها طيبه ومن اوصل ان شاء الله بنسولف وبنرمس يلا ماشي باجي جريب جريب يعني فانيين من وين؟ خليني ابتدي اشكر فنك رقم واحد صح؟ لا ما في ليش؟ هذا ما في ليل هذا هرمه يا رب والله ما الريال والله قسم بالله ما الريال والله انا اقول لك والله الله فدا عرضك جيبها فوق وين جيبها اذا شوف لما انا اشوف هي بلاد مالكم زين رد بلاد ما انت يوم جاي من بلاد مالك لابس يونيه يعني البس جان عند اللدان انا ما يلبي له يا العين ما تشوفه ايه مالي انا خلي زياده ناضي يلا يلا خدمه يقول بابا خالد تعال بابا قال خالد شوية شو طعم لا طعم ما يريد قياسك رقم شوف هذه هاي جدني متعشي متعشي ابوي عشان في خير لحمة حيران جميع الحيران مخادمين في بيت في بيت في خيمة العزة خيمة العزة بني شامس ويوم جيت لأن بعد لقيت قدامي هذا ما أدري عاد من مشروع حد مطرشنه ورق عنب وهذا بعد بثيت هذا ما ادري قش مثل قشيت انا بثيثة السعودية الف هنا وشفها ما ادري ايش قايل من هذه الخليفة فوق ما عرفت العادة وهذه الله يحفظكم كيكة بالفستق كيكة بالفستق هاي هاي بعد ما تصير هذه لما نلقي من الطبيعة اللي بنتبينها هذه لهم بحب اصور هذا مساكم الله بالخير الحين على الله يحفظكم بنعد عليكم قصة صغيرونة ما بصغيرونة هي قصة حقيقية يعني لكن مش يعني خروفة قصة فرق بين القصة والخروفة القصة غير والخروفة غير الخروفة يعني من محض الخيال والقصة لا قصة حقيقية 100% القصة عفاكم الله هذه القصة بين صداقة شخصين اثنين كانت تربط بينهم صداقة قوية وكانوا موجودين هالاثنين في نجد تفارقوا واحد منهم مع أبوه سافروا جدة العراق والثاني تموا في نجد اللي في العراق الله أسر عليهم وفلحوا ونجحوا وكثر الخير عندهم واللي في نجد
اللي نجد اللي في نجد كان معتمدين على على الغيث وعلى المطر وعلى الحية سنتن محل وسنتن سنتن ربيع وسنتن يعني. فلذلك شوي 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 تدهورت أوضاع الصديج اللي في وين اللي في نجد اللي في نجد تدهورت أوضاعهم. واللي في العراق سنين الله يحفظكم الأولية ما في لا تلفونات ولا في علم ولا في خبر. الطريقة الوحيدة للتواصل القوافل، كانت الجافلة تظهر من نجد لين توصل العراق 3 شهور، شهر ساير وشهر يستريحون بالجافلة والشهر يردوا به. يعني اللي بيصير العراق يصير شهر سيره وشهر إقامة وشهر رد، المجموع 3 شهور. الرجال اللي فيه كنت يا العراق ربيع الرجال اللي في الحجاز وصى جماعته اللي سايرين الحجاز قالوا له قالهم يعني عندي ربيع هناك بلغوا ربيعي فلان الفلاني اني انا بعرس خلوه هي شهر الفلاني الوقت الفلاني هذا موعد زفافي وانا اتمنى حضوره. الرجال اللي في نجد من اول ما ياه الداعي زهب سامان وزهب كشاره وركب في مع الجافله هل تحق بهم قبل طريقه وين يبى العراق عند ربيع ترى مدعاي اثناء ترى الرحله مدتها شهر اثناء ما الرجال هذا اللي ظاهر من نجد ساير جدا العراق توفى ابوك انت اللي في العراق فاجلوا العرس اجلوا العرس الى اجل يعني بعد حول تقريبا هناك عندهم بعد مذهب شرات احد من العرب يعني من يستوي عندهم وفاه اجلوا العرس اسبوعين ثلاثه شهر شهرين هاي لكن ياجلون بالسنه او بخمس شهور او 7 شهور يعني كلن على السلك الطبيعي عليهم ما سالك زين. وصل ابوي الرجال العراق هذا اللي جاي من نجد من المملكه وصل الله يحفظكم العراق وتوايه ويا ربيعه وخذ العلم والخبر تخلف له ابوه قال حسن الله عزاك في الوالد عزاف ابوه لكن ما قال له اني انا اجلت العرس لين بعد سنه لان هذا جاي يعاني من دار لين ديره وصديجي يسوى عينه ومعينه وربعه دهر قال له ترى العرس بكره قال توكل على الله ذبح له ذبيحتين وعزم 3-4 انفار على اساس انه ابويه هذا هو العرس وقال ان شاء الله من يرد هذا ربيع من اكمل الحول بسوي العرس الصدقي وبرايه لو ما يحضر هاي الساعه المهم انه يظهر بياض الوجه انه ما عسى ما يتضايق ربيع انه يعني اجل العرس ويا عنوته من دار لين ديره على الفاضي. طف اليوم الاولي والثاني والثالث الرجال من عقب ما يعشي ضيفه سرع على اساس انه ساري عند هله عند فريجه داخل وهو فقير ترى بمعرس بيعرس اللي عقب السنه. اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث نهار ثالث يشوف الرجال اللي عند اللي جاينا من نجد قابض المهباش ويكسر في لو تحيد يسامرون على الضوء ناس يتجمعون على الميمار كان حطب ولا صخام اللي هو عاد كان غضا ولا سمر اللي هو عاده لازم يكسر الصخام. ومن سلك هالاول العرب ان اللي يكسر اللي يلعب في الضوء يعني يتحرش بها ولا يكسر الضوء ولا يخاوش الضوء يعني هذا يهويس بشيء عنده شيء مسهرنا مقلقنا. فالضيف ما بيجينا رجع ياه عاده المضيف انت يا راعي العراق قال عليك رفجه كان حد كدرك ولا قال لك بشيء قال لك شيء ولا جرح احساسك ولا قصرنا فيك ولا سوينا لك اي شيء يغثك خبرني انت ضيفي اليوم وجايني من 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 نجد من المملكه لين العراق شو في خاطرك شو مستوي قال لا انا بخبرك. قال لي يا ولد الحلال انا تراني هب بخير انا ابوي جاينك وطايح على الله ثم عليك انا شفت لي بنيه يا رب مني يا راتكم وبنيت مزيونة وقلبي بغاها وأنا حين إنسان غريب وما حولي شيء وطايح على الله ثم عليك أنت أبوي راعي الدار
تعرف وياهم، وانا ابوي ما عندي شيء حاليا حق ان حد يشهد لي كاني زين ولا ما عدل ولا مايل. قال له ما طحت الا واجه. وين بيته؟ قال هذا بيته باب الفلاني. تم يضرب حماس بس داس عين طاحت على من؟ على اللي هو يباها اللي بيعرس بياخذها بعد سنه. قال له ان شاء الله. شوف الصداقه لين وين. قال ان شاء الله ما يصير خاطرك الا طيب. انت ريالا في خير وما تنعد الرياي الا من عقبك. وش شوف الصداقه بدا على عمره صار وخبر الجماعه قال لهم هلكيت 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 السالفه. انا ضفت ريال ضافني وهلكيت. انا ما تبون لي اظهر بني قاصر واني شاذب على الريال. الحين هنا هذا ما قلته وهذا ما قلته وعزمته على ذبيحتين وقلت له ان هذا العرس. وحين هو ما يعرف اني انا بعدني ما عرست وهو ما يدري ان هاي اللي انا اباها. وحين قالوا له هلها ايش عندك من الري؟ قال عندي علوم الطيبه. الريال كريم والريال ابوي ما تدعى الرجال من عقبه. وانا صفطان مني بتنازل عن اللي قلبي يهواها لجل ربيعي والخسر كله علي. قال توكل على الله. وشدهم ابويا دقوا الخيام ودقوا العلم والخبر وعقروا الحيران وذبحوا الخرفان وعشوا الفرجان. ابويا هو دخل كمل يوم الاولي يوم الثاني يوم الثالث. قال له عاده سامحني انا اترخص منك بشتل فريجي بسير ابويا نجد. بسير نجد؟ قال نعم. قال نحن ودنا انك تمسي عندنا وتجلس عندنا وتعيش عندنا في العراق. وبين نجد والعراق ما شيء خلاف. قال له لا والله انا فيي ولح على اهلي وان شاء الله اني بسير بيته. انتم ما قصرتوا ورايكم بيضاء. قال له ايل ابشر الدلول زاهبه. وحملوا له ابوي من مال الدواء طاب من العراق. قبل طريقه جده نجد. وصلوا الجماعه الله يحفظكم نجد ويلسوا وزانت الامور واعتدلت الدنيا وياهم الخير وتباركت الدار والمحل ما يقربهم وزاد الحلال وزاد الرزق وزاد النصيب عكس اللي في العراق. اللي في العراق يتهم ليهاد ويتهم الطواعين ويتهم طحنة الزمان ومات حلالهم ويبست انخيلهم وبساتينهم. ضاقت به الدنيا ضاقت به الدنيا. ذكر ربيع اهلي في نجد ركب له في خاوة لحد الجوافل وقبل سيره. وين يبى يحيد ربيعه اللي مكرمنا ومحشمنا يوم يا العراق ورد بلاده. قال بسير عند ربيعي ترى يتخابرون القوافل تجيب العلوم والاخبار. هذا انت اللي في العراق يدري براعي نجد انه يعرف ان زان حالهم واعتدلت اوضاعهم اللي في نجد وانه الوسمي ما ونا 4 5 6 8 سنين الوسمي كل حول ييهم. فلذلك ارضهم عشيب وياهم الخير والرزق والنصيب. يقول لك البعير من يبرك ما يبين الا راسه يبين من العشب هاك الوقت. فقال يوم يأتي الاخبار قبض له جافل ودار في نصيفتهم وطرق. وين يبى الله يحفظكم نجد يبى ربيعه هذا الريال. تحيدون ترى قلنا لكم من اول قصه انه القوافل تجيب الاخبار. فهو يدري ان العراق محلت ويدري ان العراق حالها متعثر المنطقه اللي هو ساكن منها. فلذلك متوقع ييته في اي وقت. المراديه وسلم عليه وتوايهه وقال له تدري ايش حلبي؟ قال امر شو حلب؟ قال حلبي ما حل بعت ما وراي ودوني والارض هلكيت 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 هلكيت. قال زين طايح على الله ثم عليك. هذا انت يا العراقي يقول حق راعي نجد. قال له الله الله فيه اباك تعطيني مبلغ وببتدي تجاره وببيع وبشتري واباها عطيه منك. قال لا والله عطيه ما بتفرح بعطيه. انا بعطيك صدقه وبنجع صايح بين التجار اللي يبغي يصدق عليك يعطيك صدقه والذي يعطيك عطيه بيزات ما يهونن علي. ها راعي منو؟ راعي نجد.
اعتفست شكل اللي جاي من العراق، اعتفست شكل انجلب فوق تحت وسودت الدنيا في وجهه نشواجه. لا افا والله عليك اني انا انت يوم جيتني شليتك فوق راسي ويوزتك وسويت لك ما حد سواه، واني انا جيتك الحين محتاي بتصدق علي؟ سود الله تويهك يا حمار الرواء يلي فيك وما يخطيك ما خلى انا كلمتن تعد وتذكر. قال اذهب ريال ولا تنعد في جملة الريايين، واحيف على وقت قزرته عندي في بيتي وقميضة على الوقت اللي يلستك انا في مكاني. ولا لا 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 ودره ابوي اعطاه الجافي وظهر، ظهر عنه ودره، ظهر من بيت الريال وتعيدون هاك الوقت فقر ما حد عنده شيء، ولو بيشتغل شو بيشتغل؟ ان اشتغل الله يحفظكم عند حد من هالبنخيل، هالبنخيل شو بيعطيه؟ بيعطيه مزار بطنه. هالبنخل الاول ما يعطون بيزات، يعطون كل، ويشتغل بكدك اللي بتكد به بتاكل به. اشتغل تراك كلت، ما اشتغل تراك ابوي ما كلت. هل بيشتغلون في النخيل؟ وكانك ابوي بتشتغل عند حد من البدو، بتشتغل راعي ولا شياته، اعطاك حوار من حول لين حول، ابها يموت وبها يحيا هالحوار. ياهي مصيبه، برد يلس يحوط، وين بلقط شغل؟ وين بلقط شغل؟ لقط له خرابه هناك، دخل ابوي في هاك الخرابه، قال بغمض لين ان شاء الله باكر الصبح، ومن اصبح افلح. شو بيسوي فقير؟ جاي من العراق ومتشل على الله ومن ثم على الرعيه. دخل الفقير وحط راسه وختل ختله، ظلمي ظلمي ما تشوف صبعك. هو راقد ولن يدخلون اثنين عليه ملثمين، اثنين ملثمين شالين صندوق. وين بنحط هالصندوق؟ وين بنحط هالصندوق في هالخرابه؟ داسوه هو راقد عفد. من انت؟ ها شو تسوي؟ شو يا حرام انت؟ تخادع. قال نعم حرامي. قال عيل ارزقك الله، ابشر بسعدك، نحن ابوي طحنا لنا ابوي بكنز بيت ريال وعنده خير وايد وعنده ثلاث صناديق. صندوق الحين يبناه بنحطه في الخراب، احرسه انت لين نيك، ونحن بنسير بنجيب الصندوق اللي جاي الباجيات. هذاك قال نزيد. تريا ظهرت الشمس، الوادم سارت وتمت السير وتي، نشوا حفر حفير ودفن الصندوق. قال اكيد ان هذين الاثنين يا حجت لهم ولا جاء ابطهوي ترياهم في الخرابه على اساس بيبون الصناديق الاثنين وبيجاسمون بعضهم مع بعض، وكروتن يعني يلاس حرس هذا ورزق جاي لنا لين مكانه. اصبح الصبح تخالفت الوادم، ابوي لحد ياه وازم ابوي شرات العمى ليتريى ظهور الشمس. ياهي مصيبه، ومايا توهق بهالصندوق، حفر ابوي حفيره ودكه دفنه. الله بعد هو ما عنده في الشيطان طريق. ترى الليلة الأولية، الليلة الثانية، الليلة الثالثة ما حد يأ. يوم عداه أبوي في الليل حفر عن الصندوق، يوم فتحوا لنا جنيهات، ها ذهب ذهب جنيهات. أعزم كل يوم بين يوم وترك ياخذ قفة من هاتش الجنيهات الذهب ويبيعهن ويشتري ويسوي تجارة، وعندك ودونك وشرق وغرب، وكل يوم والثاني كل يوم والثاني، وسوال دكيكين وسوال رزج وسوال نصيب وسوال علم وسوال خبر وسوال سند وسوال بند وهيكل وبزوند، يعني آزم يتكدش ورب العالمين يسر أموره واستوت عنده تروة. ودخل بشراكة مع واحد دكان عدالة، وخذوا الدكاكين باثنين وتشاركوا، وعقب خذ اشترى نصيب راعي الدكان اللي هو متشارك وياه، وخذ الدكان اللي من وراه، وشوي شوي 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 نمى حاله. وقف الريال على ريوله، وقف على ريوله، خذ له ابوي بيت ودق ابوي فيه الصيوان بيت الشعر، وسوى الميلس وسوى المرمس حق التجار والساير والياي والبيع والمشترى والدلاله، وعندك ذو كله عنده في البيت شوي، ولاني قايت انه حرمه حرمة عود وياها بنيته. قالوا له، قالت له الحرمة، قالت لي يا ولدي الحين أنت ما عندك حرمة هني تخدم عليك في البيت ولا عندك حد، نحن أبوي نبى نخدمك، بنسوي لك غداك وعشاك وريوقك، بننظف لك وبنغسل كل شيء البيت، نبى بقوت يومنا ما تربطونا. قالها توكلي على الله يا خالتي.
ودارب ويخد منه اللم ويبن التاء. خطف الله يحفظكم الشهر الأولي والشهر الثاني، وكل من يطاري الريان راعي نجد تحيدون اللي يشد يعينه، ولأن كل يشكر فيه وكل يثني وكل يقول والله والنعم، وكل من يابو طارين الشوات فينا العرب من لب من واحد آلاف مؤلفة. قال حين أنتم يقول في خاطره لأنكم تمدحون لأنكم أنتم ما يربتوا شرات ما يربته، أنا اللي أعرف عوقه وأنا أعرف سواد ويه وأنا أعرف، لكن لازم أني أنا بسوي شيء أظهر فضايحه هاللي أنتم ما تدروا بها، أظهر فضايحه هذا اللي أنتم كل من يحد يبطاريه كل من يفز واجب والنعم والنعم ويحافظ عليه. هذا حين أنا بخبركم عن علمه وخبره وشي بحطيكم إياه في القون وشي في قناتش وشي في دواري، ويوم واللي ما فيه بشتري من السوق وبكود فيه إلا لجل العرب تعرف على حقيقته. مراد نقع صايح في البلاد كلها أن اليوم المأدبة عندي أنا ويسوي لهم مأدبة من مآدب بني إسرائيل، شي يعرف وشي ما يعرف، ما خلى شيء في الدنيا إلا سواه، إذا عقروا يميع الحيران وذبحوا يميع الخرفان، وما خلوا شيء في الدنيا العود ما سووه. ونقع الصايح عزمه وأمة ليلى قال عاد هو في خاطره بعزم وجهاء الدولة بتيارها بعاليها بدأ القاصي والداني بعزم العالم كلها، وبنوجه لدعوة إني تراني أنا فاضحنا فاضحنا خلاص، وعاد برقع الحياء خلاص عقلنا. قال أنا فاضحنا فاضحنا الحين من يأني ترى بفضحه قدام يهت الله وعالمه، وما يا بعد بفضحه في كل الحالتين، لأن قبض عليه حية أنه مكرم منه ومحشم منه وياه يطلب منه بمساعدة، قال له بعطيك صدقه وبخليك تطلب يا من التجار، ما يستوي بعدي ليلتف بطنه وين بتيل عافية في كبد قيح كبد فيها قيح قيح. هي تغير الوضع وغدا خلاص يعني شوي وبينفجر. كيف انتوا الحين تشكرون عليه هذا؟ كيف انتوا ما تدرون شو حشو بطنه هذا؟ ما تدرون بان هذا يقول في خاطر حينه انا بظهر لكم وبعزل لكم البر عن الشعير. لازم في فرق بين البر والشعير، الحين متجانس انتوا ما عرفتوا، انا الحين بظهره وبخبركم بسواد وجهه كله. وعزم أمة لا إله إلا الله وتيامعت أمة لا إله إلا الله بما فيهم هو حضر، قدم للدعوة وحضر الريان راعي نجد حضر عند العراقي حينه وين متيامعين كلهم في نجد. توافدت العرب من الضحى العالي من قال الله أكبر صلوا وحطوا بوي مايوبهم، ويوم مزروا تلطونهم العرب كلها ودار المدخن ودارة الدلال رسلان التخالف. وقف الرجال العراقي قال اشهدوا يا من حضر انا عندي مصيبه حصلت علي وابغي اخذ رايكم فيها وتخبروني اذا انا عندي حق ولا ما عندي حق. ايش رايكم في الرجال هذا اللي انتم كل منكم يثني ويشكر ويفز واجف من يجيب طاريه؟ هذا انا انسان صادقت وياه يوم الدنيا محل وياني وانا في بلادي في العراق ويوزته وسويت له الخير وعطيته العلم والخبر ويوزته منوه يوزته اللي كنت انا اريدها هلكيت وخبر وقص عليهم القصة كاملة من اولها لين اخرها مرة ما خلش كبده وارمه فقير بين قيح اقولكم في كبده قيح كبده من تفقه قاعد يتحرها قبل مسيندو كيف يعني اللي سواه فيه ما سواه فيه مسلم. نشت الريايل مستغربه في انسان يسوون فيها الخير كله ويجاب الاحسان بالنكران، هذا ريال هذا يهبي هذا يبوك ينصب له في قاعه الفنيال، هذا ابوي يتخطف عن الفنيال، هذا مبن الريايل وهذا فيه وما يخطي. ونشت ريايل عاده اللي عليهم عقد راي كل يعك كلمة كل يقول يهبي، اللي يقول هذا سبال، اللي يقول هذا ما يرزى واللي ما يسوى واللي ما يسوى شف طعام واللي كل يعدرب وعقه وفيه الشوش المتنجس. الناس كلها استغربت
كل تم يد البدل وكل يقول كلمة. واحد منهم يقول عاد ترى من سلك العرب الأول يقول لك فلان بنصب له في ظهر الفنيال في قعر الفنيال. يعني الإنسان تحقير أكبر أكبر وصف للتحقير للإنسان اللي قدامك عند العرب هذا. حما بهذا الفنيال يجلبونه يصبون لهني فيها في راحة الفنيال هاي المباراة. هذا أخس نوع من التحقير. يوم الإنسان مرة يكون قاصر هذا أخس نوع. من عقب ما يعطونه فنيال في ميلس الرجال هالنمونة هذا خلاص ما يخطف حتى فيها الفريد البلاد بكبرها يضع كبرها يضعن عنها من عقب ما ينصب له في ظهر الفنيال. يوم كلن ابتدى يتلفظ بالكلام تعرفون يا جماعة الخير منو هذا الرجال اللي أنا أطريها الرجال يارس ما بيننا ترى هذا الرجال هالي تشوفون أنتم تقولوا أنا والنعم 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 هذا هو اللي سواه به الشيء. أنا أكرمت وحشمت وتنازلت عن 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 حلالي وعن مالي ويوزته وفعلت له وتركته وكرمته وحشمته ويوم جيته قال لي ها ما قال كل عادنا شواجف. أنت يا هالرجال الطيب كل من الذهلين معقولة أنت تسوي هالسواية أفعليك فضل عنك يلي فيك وما يخطيك ولا كلن يقول كلمة كلن يقول كلمة كلن يقول كلمة يعني قميض أننا نحن نسلم عليك هالدهر كله يعني بما معنى. المهم قسلة وشراعة الرجال يوم مرة خلاص كل رمس بالرمسة القاصرة نش واجف الرجال قال كرة والله سخوا العرب نش عادت خسر له هذا راعي نجد. قال بسألك بالله الاثنين الريايل الملثمين ليوك ويابولك صندوق الجنيهات وين تعرفهم؟ الحرمة اللي تيك تخدمك في بيتك من كم من شهر الحينة وهي تخدمك هي وبنتها تعرفهم هاي منو؟ هذا الريايل الملثمين اللي يابولك صندوق الجنيهات هذا أنا وبن عمي والحرمة اللي تخدمك مع البنية هذه أمي وهذه أختي وختي هذه تراها أبوي حلال عليك. أنا بيوزك إياه أنت يوم جيتني من العراق أنا أدري بها علومة كنت في العراق أنت متوفى أبوك وورثت بيزاتك لعبت بيزاتك شرق وغرب تنو فرد أزم تلعب في البيزة ويتني منتف مقطع لذاني ما عندك بيزة تحج بها عينك ونيتني وعطيتك البيزات عطيه البوي اللي عند رجال ما يظهر براحة اللي يظهر براحة اللي مورى السبلان لكن الرجال اللي عندهم حلال ما بيهون عليهم يعطون السبلان بيزاتهم. لكن أنا بقيتك أنت تشتغل وتكد وتجد وتجتهد على أساس تعرف أن البيزة هذه جايتنك من تعب أن اللي عند الرجال ترى ما بكل حد يطاله ما طال إلا ليه فيه اللي تكسب بيمناك ومكدك هذا اللي طاله أنت واللي تحت يديك لأن مال العرب للعرب اللي في جيب الناس للناس لك أنت اللي في جيبك فقط لا غير. وأنا لو أريد أعطيك عطيتك من هاك اليوم لكن أدريبك أنك أنت بتطيرهم مثل ما طيرت جميع البيزات لكن نحن سوينا الخطة هاي علشان أنت تحس بقيمة البيزة وتعرف كيف تحاسب ولو نحن ما سوينا الطريقة هذه كان بتطير البيزات اللي بنعطيك إياهن وبيعطوا غيرهم بيعطي غيرهم وبيطيرن يطير في جيل يا رب ارحم لأنك الحين الإنسان أنت ما بتعبان في الشيء فلأن الإنسان اليوم ما يتعب في المال صرفه عادي ما بيدري به نشا عاده وتلاوى ويازم الصياح ما لحد ويعين هلي ويعين هاتي وتنار يعني بس. وهذا المغزى من القصة الصداقة. الصداقة كيف الإنسان يعذر ربيع وكيف إنه تقدر تحافظ على الصداقة طول هالسنين كلها. الصداقة ما بيوم أنت تبي من الإنسان شيء إن عطاك تراه ربيعك وما عطاك خطفت فيه أنا هالفنيال وما عطاك قلت فيه عبد الرحيم قول عبد الرحيم فخوانه لا صداقة لا صداقة ينبغى ربيعك على الزراء والضراء الزين والشين وتصبحون على خير. بس عليكم يلا وإلى اللقاء إن شاء الله غدا يلا تصبحون على خير.